يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه مكاسب كتير حققها النادي الاهلي من ماتش امبارح. طبعا الثلاثه بونت دول حاجه يعني امر محسوم. فكره الاطمئنان على مستوى الفريق اللي اعتقد انه قدم مستوى احسن بكتير من المستوى اللي اتقدم فيه ماتش الانتاج الحربي. بيتهيالي كمان بادجي واحد من مكاسب امبارح، فكره انه المهاجم، وحضراتكم عارفين بادجي يمكن لغايه اللحظه ما نقدرش نقول ان خد فرصه كامله مع الفريق، لكن الحقيقه ودي بتبقى معاناه للمهاجم خصوصا لما يجي على فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي، فكره قدرته على اثبات ذاته او اثبات جدارته بان هو يحتل مكانه اساسيه في الفريق بتبقى فيها حاجز نفسي. يتكسر ازاي؟ يتكسر من خلال تسجيل اهداف، والجول الثالث امبارح بتاع بادجي اعتقد انه ساهم في الفكره دي. واحنا محتاجين بالذات من المحترفين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي، طبعا فرقه الاهلي كلها محترفين، بس انا اقصد اقول الصفقات الخارجيه اللي بتلعب في النادي الاهلي، معلول، اجاييه، جيرالدو، داكوستا، اليو بادجي وديانج، محتاجين منهم الحقيقه الفتره اللي جايه ان هم يكونوا في قمه تركيزهم عشان يقدروا. طبيعي انت لما بتلجا للاعب محترف من الخارج بتبقى بتعوض او عايز تضيف للفريق لاعب عنده القدره على انه يكون ليه مردود ايجابي، انه يسيب بصمه، مش محتاج حد يجي يكمل 11 او يجي يكمل ال 18، انت محتاج لعيب مميز سوبر يقدر يعمل الاضافه دي، وبيتهيألي ده واحد من مكاسب امبارح. اما الخسائر اعتقد طبعا ابرزها اصابه محمود متولي. الحقيقه فعلا زي ما احمد قال، يعني في مكاسب كتير من مباراه الاهلي واسوان، يعني احنا خلاص استعدنا روح الانتصارات زي ما قلنا 56 نقطه، بنبعد عن اقرب المنافسين بكتير، ولو الاهلي مشي بالمستوى ده وفضل على المستوى ده وفي تطور طبعا زي ما بنطلب، هيكون كمان بيحسم الدوري قبل فتره كويسه جدا.